دحين احنا نتكلم عن الهيئة دائما، وفرحوا ناس كثير بالهيئة. شوف ايش اللي حاصل، ناس جالسين وقت الصلاة، هذا اللي حاصل. بيع وشراء وقت الصلاة، محلات فاتحة، الناس ترزق اليوم. يعني كانوا يخافوا من الهيئة، اهو سامعين صوت الصلاة، الناس بتبيع وتشتري. الناس بتبيع وتشتري وقت الصلاة. برافو برافو. السوق كله شغال وقت الصلاة. هذا المسجد هنا الناس تصلي. الناس صارت ما تخاف من الله. هذه المساجد هي بتصلي، والله الناس بتبيع وتشتري. أنا أخاف الله. الله لا يتحاسب كل من كان وراء خروج الهيئة هذه، ربنا حيحاسبه. هذا صار حالنا. شايفين؟ لأن الهيئة مو كانت ترحم لنا، تذكرنا وتخوفنا بالله، تخوفنا من الله عفوا. الله يبيع وشرب، ولا كأنه في صلاة، ولا كأنه في صلاة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أتمنى هذا يوصل للمسؤولين اللي كانوا وراء هذا الموضوع، وصل الله أنه يحاسبهم. الناس بتصلي، حسبي الله ونعم.